عبد العزيز أمير منطقة الرياض، العضو الشرفي للجمعية. أصحاب الرؤى والاقتراحات التي تقودنا نحو مزيد من الإنجاز، كما يطيب لي أن أشيد انضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود حفظها الله رئيس بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، العضو الشرفي للجمعية، أصحاب وبركاته، اسمحوا لي بداية بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز هذه القضية الحيوية التي باتت تمثل هاجسا إنسانيا والإسهام في تطوير منظومة الرعاية لهذه الفئة الغالية. صاحب السمو الحضور الكريم، نختتمها في آخر جلسة في التحديات والحلول التي تقع على مقدمة الرعاية، كما أننا سنناقش ما تم الإعلان عنه من أدوية جديدة أطلقت في 6 يناير والذي اعتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الجهات المختصة عالميا، مما يبشر بأمل أملاً إيجابياً في مجال صناعة الدواء. والحمد لله حقق هذا اللقاء ما نصبو إليه جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض والعضو الشرفي للجمعية السعودية الخيرية بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر على جهودها المستمرة في إنشاء والقيام على هذه الجمعية الخيرة والمتميزة احتياجاتها بما يضمن للمريض كرامته ويحافظ على صلاته بعائلته والآخرين من حوله. أهلا بكم في جامعة الفيصل، وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم. وبالمناسبة جامعة الفيصل تحتفل بمرور 15 سنة على إنشائها. أهلا And we are the publisher of the World Alzheimer Report and of other reports. Our vision is prevention, care and inclusion today. We hope for a cure tomorrow and always. Dementia data has been notably absent during COVID-19. بركاته. أتقدم لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر قيادة وأعضاء، وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر على كريم رعايته لهذا الحدث، ولرئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الأمير، بالإضافة إلى برنامج وبرامج الاكتشاف المبكر لهشاشة العظام وسرطان الثدي والصحة الذهنية وأمراض الذاكرة، سواء عبر العيادات المتخصصة أو العربات المتنقلة. توفير التطعيمات الوقائية لكبار السن مثل المنزلي، وتقديم برامج تدريبية في مجال كبار السن لرفع كفاءة الكوادر الصحية للتعامل الأمثل مع كبار السن. كما تضع وزارة الصحة في أنا إن حنا مصابين بهذا المرض الخطير
من المهم أنه نفهم علامات وأعراض هذا المرض بكل جدية، لأنه بينتشر عالمياً بشكل مخيف. هل تصدق أنه كل 3 ثواني يتم اكتشاف حالة مصابة بالخرف حول العالم؟ وأنه عندنا في المملكة 130 ألف مصاب تقدر والثانية. لكن المشكلة لما يتكرر بشكل يؤثر على الحياة اليومية ويوصل لمرحلة هذا المؤتمر المبارك، ورد في الأثر الشريف: خير الناس أنفعهم للناس. ومن طلق ديني وطني حضاري، يساهم مؤتمركم الموقر في ترسيخ هذا المفهوم الشريف. أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً عاماً على جميع شرائح المجتمع، واهتماماً خاصاً بشريحة الأكاديمي تتسلمها صاحبة السمو الملكي الأمير الدكتور مها بن تمشاري بن عبد العزيز آل سعود، عضو المجلس الاستشاري لدعمه وجهوده وتسهيله وراء إقامة المؤتمر. سنة أفضل من الأخرى ويعمل الشيء اللي مفيد للمجتمع. ولا ليس عيب التقرير بس أن كل 3 ثواني في الإصابة. بس المملكة هي ذاتها في الإصابة. كيف ترى هذا؟ أرجع للمتخصصين والله ما أقدر أجاوب على هذا السؤال. بتوعية توعية للأسر توعية. إي نعم ما في شك. الوصول لهم أفضل. لهم هم أصحاب التخصص. شكرا. شكرا سيدي. تفضل. يلا يلا تفضلوا انتبه الله يرضى عليك كاميرتك كبيره وانت تبشر.
وزارة الصحة للخدمات العلاجية. يوقف هذا مشى ولا مشى مدينة. دكتور خالد العبد الكريم. شكرا للدعوه وشكرا للتكريم. ان شاء الله تكون يعطيكم بدور بسيط بس انا معاكم ان شاء الله. معلش نزل الباركود ورجعي. يلا ثاني مرة. يلا نزل الجوال. يعطيك العافية. ايه يعطيكم العافية. شكرا لك. جوالك اسود ولا ايش سالفه؟ لا عيدها من جديد. ايه اخر وقت تمام. الله يعافيك. Now the blood biomarkers is the big novelty of the past year. You see on the left one of the many published studies demonstrating that in the blood, in blue, in the red box, is very high relative to all the other controls and other kinds of dementia. But these biomarkers are likely to stay for early amyloid change, low levels in spinal fluid and blood. Then amyloid. A comprehensive review, part one.
Welcome, doctor. Joining us in our fifth International Alzheimer Conference. We will continue in our first session under the title of Comprehension Review. We are really an organization committee happy this year in our fifth International Conference of Alzheimer to have organizers. It's really to the promise. So I was asked to speak about stem cells and other experimental therapies in Alzheimer's disease. So I'm going to try to do that and, you know, give you the dumbed down clinician's version. So we'll see how it goes. These are some disclosures. I think the first point to make in the midst of this hype about experimental therapies and immunotherapy of the patient and family needs, none of the experimental therapies place any of the above. Interesting concept. We've often focused on the pathology and not on aging cells. It turns out that aging cells express substances and engage in biochemical power on nearby healthy cells. And the STOMP-AD trial is a phase 2 trial evaluating the efficacy. Every 3 seconds, someone in the world developed dementia. And when we talk about the financial burden at the moment is around $1.3, $1.4 trillion.